بسكويت الكراميل لمريض السكر للكيتو دايت. بنجيب 100 جرام زبدة نوضعهم على حرارة منخفضة حتى يتغير لونهم يتكرمل، طعمه كتير مذهل. نوضعها جانبا، نصفيها ونوضعها جانبا. بنجيب الخلطة 1 كوب من جوز الهند، 1 كوب من اللوز. التحلية النوع والكمية هو اختيارنا. وضعت ستيفيا بكربونات الصودا معلقة صغيرة، وكراميل اللي عملناه مسبقا 1/4 كوب، أو بنوضع أي نوع دهون بديل. بيض عدد 2، وبنطحن جيد حتى تتماسك. مثل هيك لازم تكون، لازم تكون متماسكة مثل هيك. بنعملها بالشكل اللي احنا بنحبه، وبنوضع عليها ورقة زبدة، وبالكوب نضغط عليها بالكوب أو أي أداة متوفرة عندنا. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 160 درجة مئوية، تأخذ تقريبا 15 دقيقة. لازم احنا نرقب حسب نوع الفرن. بنعمل الشوكولاتة، نوضع زبدة 100 جرام، الكاكاو الخام معلقتين كبيرة، وبديل السكر الكمية والنوع اختياري، وقليل من الفانيلا. ممكن نبدل الزبدة بزيت جوز الهند، هو اختيار. أنا عملت الاثنين وخربطتهم اثنين مع بعض مثل هيك. فالموضوع كتير بسيط كتير سهل. نوضعهم جانبا، بنطلعهم من الفرن ونوضعهم جانبا حتى يبردوا تماما. هذه المكونات، إذا أنتم بحاجة لالتقاط صورة للمكونات، هيك بنحشيهم الشوكولاتة اللي عملناها أو بالكراميل اللي عملناه في البداية. منشان الكراميل من زبدة طبيعية، الطعم تبعه مذهل مذهل. لما يبرد بتماسك أكتر الكراميل. بنوضع جوز الهند أو أي زينة أنتم بتحبوها، ممكن نخزنها بالفريزر أو بالثلاجة إذا بدكم تتماسك أكتر. يعني أقل شيء نوضعها 10 دقائق بالفريزر حتى تتماسك. شايفين كتير روعة. عندي أكتر من 600 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.